هي عندي اغلى من هي تبقى المدام، هي اغلى من كده. حد جميل قوي، وانا بعتبرها اخت وصديقه وزميله وكل حاجه، باخد رايها في حاجات مهمه جدا في حياتي، وهي برضو، والموضوع ما بيننا مش مدام بس يعني، لا. منور الدنيا. تسلم لي يا حبيبي، ويجعل لياليك جميلة زي ما انت عامل ليالينا كده. حبيب قلبي، يعني ربنا يزيدنا عكس الناس او المدام اللي معاك، انا مش عارف. اشرح لنا الموضوع عشان بس دماغنا ما طيب. بما انك بقى يعني مطلعنا في البرنامج، سما هي صديقة وزميلة وحد غالي عندي انا على المستوى الشخصي جدا، حد لو قعدت اوصف فيه مش هيكفينا 30 مهرجان من بتوع سامح حاطب، هي اكبر من الوصف يعني. والله ايه سر الصداقه القويه قوي بينكم؟ المحبه من عند ربنا. طبعا محبه من عند ربنا. بعدين هو زميل، وكان يشرفني طبعا ان انا اول حاجه امثل فيها كان يبقى معايا طبعا الاستاذ فكري مراد، فده شرف ليا عظيم يعني. فعملنا دور حلو قوي في عتبات البهجه مع بعض السنه دي مع استاذ طبعا يحيى الفخراني، فكان شرف ليا وبصمه جميله جدا جدا طبعا ان يكون معايا مراد فكري. وانت شاطره كمان يعني، هي كمان شاطره وملتزمه وابهرتنا كلنا بادائها وتفوقت على كتير كانوا موجودين يعني. كتير قوي انتوا مع بعض، الناس شكت انها المدام. هي عندي اغلى من هي تبقى المدام، هي اغلى من كده. حد جميل قوي، وانا بعتبرها اخت وصديقه وزميله وكل حاجه، باخد رايها في حاجات مهمه جدا في حياتي، وهي برضو، والموضوع ما بيننا مش مدام بس يعني. عتبات البهجه تجربه مهمه وكل حاجه، واكيد يحيى الفخراني نجم كبير، بس حجم المشاهدات السنه دي ما كانش مرضي بالنسبه لعتبات البهجه. هقول لحضرتك على حاجه، عتبات البهجه مسلسل اجتماعي، يمكن انت بتقيس مشاهدته على مصر، انا عايز اقول لك ان هو واخد رقم 2 مشاهده على مستوى الخليج، لان دكتور يحيى الفخراني ليه قاعده جماهيريه كبيره جدا، وهو وشه يقعدك تتفرج قدام التلفزيون من زمان يعني، مش جديد على دكتور يحيى. يمكن احنا كنا بره مصر قريب، فوجئنا بنجاح غير طبيعي للمسلسل. عايز اقول لك محافظه اسكندريه بتعشق المسلسل، انا كنت هناك بعرض مسرحيه قريب يعني، انا كان ليا السنه دي حق عرب، وكان ليا المسلسل بتاع امير كراره، وكان ليا المسلسل بتاع عتبات البهجه، فوجئت الناس كتيره بتكلمني على دور بودة بتاع عتبات البهجه. عرب كمان؟ لا، حق عرب اتشاف كويس جدا، وبيت الرفاعي اتشاف كويس جدا، بس الاسكندرانيه بيحبوا دكتور يحيى. حتى هو عمل زيزينيا وعمل اوبرا عايده، عمل حاجات كتيره عن اسكندريه، فهم واخدينه يعني رمز من رموز الفن في اسكندريه. كلمينا اكتر عن تجربه مع يحيى الفخراني، وكان دورك كمان تحديدا فاكره. هو كان دوري طبعا دور رقاصه لولا الرقاصه، تجربه جديده بالنسبه لي، وكانت بالنسبه لي تجربه جريئه، بس طبعا انا طبعا مع عمالقه، مع استاذ يحيى الفخراني، وطبعا الاستاذ اللي رشحني استاذ مجدي ابو عميره، كتابة طبعا دكتور مدحت العدل، فكان بالنسبه لي مستحيل ان انا ارفض، والدور الحمد لله انا راضي عليه بنسبه 100%، وكان حلو جدا جدا.